امرأة تنجب طفلها الأول في السبعين من عمرها. أنجبت امرأة من الهند الاثنين طفلها الأول بعد سن السبعين لتتربع بذلك على عرش أكبر الأمهات الحديثات بالعالم، وتدخل موسوعة غينيز للأرقام القياسية. راباري ومالداري زوجان من قرية صغيرة بالهند تدعى جوجورات، متزوجان منذ 45 عاما، حاول الإنجاب منذ عقود لكن دون جدوى. التجأ مؤخرا إلى استعمال تقنية التلقيح الاصطناعي، والذي يمكن أن يكون فعالا بعد انقطاع الطمث، ليتمكن أخيرا من إنجاب طفل. وعبر طبيب الزوجين أن حالتهما كانت من أنظر الحالات التي صادفهما على الإطلاق، وتعتبر فرص الإنجاب بشكل طبيعي لامرأة في السبعينات منعدمة نظرا لمرور النساء بمرحلة انقطاع الطمث بين أواخر الأربعينات وبداية الخمسينات. لكن الجمعية الأمريكية للطب التناسلي SRM لها رأي آخر في ذلك، إذ تدعي أن أي امرأة في أي عمر يمكنها الحمل بمساعدة طبية، بشرط أن يكون لديها رحم طبيعي حتى لو لم يعد لديها مبايض. ويستخدم الأطباء بويضة تبرعت بها امرأة أصغر سنا، ويتم تخصيبها خارج الجسم باستخدام الحيوانات المنوية للرجل. في النهاية يتم وضع الجنين داخل رحم المرأة على أمل أن تصبح حاملا. كانت هناك حالات عديدة لنساء في الستينيات والسبعينيات من العمر أنجبن أطفالا من خلال التلقيح الاصطناعي في الهند، وتعتبر حالة الهندية راباري من أكثر الحالات نذرة وأملا. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.